أبي أعرف منك شنو صار داخل غرفة العمليات. أنا كنت تحت تأثير البنج وما كنت أدري شنو قاعد يصير، واللي عرفته إنه صار في ربكة داخل غرفة العمليات وصار اللي صار. في أي خلاف بينك وبين الدكتورة؟ لا، الدكتورة طيبة إنسانة وايد محترمة، وهي سبب حملي من بعد الله سبحانه وتعالى. أي ليش زوجك مصر إنه يرفع قضية على الدكتورة طيبة؟ يا حضرة المحقق، أنا سامع الممرضات بنفسي قالوا بأن الدكتورة ما كانت على طبيعتها، وأنا مصر على أن الدكتورة أهملت في واجبها وكانت سبب في وفاة الجنين. وغير كذي أنا زوجتي كانت ملتزمة في كل مراجعاتها أثناء فترة الحمل، شنو بيكون صاير غير أن الدكتورة أهملت في واجبها؟ سلطان شنو فيه؟ شنو هاللوية؟ انت ما تعرف تشتغل على صنع ونظافة؟ حسبالك قاعد ببيتنا؟ ترى وايد قاعد تفشلنا ببيت اختي. قاعد احاكيك انا. ما تشوفيني قاعد اقشر؟ شبيك؟ مشغول؟ اقص لك خيار شبيك؟ تصدقين؟ شي يقصون الخيار. شو طالعين؟ شو يقصون الخيار؟ كذي يقصونه زين؟ تعالي دلال، تعالي تعالي قص الخيار دلال، تعال قص الخيار دلال. ايش فيك دلال؟ تعال قاعد اكلمك، تعالي دلال. دلال تعال عطني التليفون. دلال بطل الباب بكلمك. دلال بكلمك. قص الخيار. لا بطل الباب. دلال بطل الباب. دلال الو الو طلال وينك؟ طلال تكفى تعال البيت بسرعه، سلطان رافع علي سجين. دلال بطل الباب. أنا من ربما تحملني قفل البابي. أوكي دلال. ماي 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 حملني. أوكي يلا باي باي. روح أقعد ماما، روح روح أقعد. صدقيني انا ساجن الساجن. توكل على الله، توكل على الله. طيب يا جاسم يلا بينا. هاي حبايبي، ادري انا وايد غطيت عنكم، شكراً حق كل من سأل عني. أنا قررت قرار وحابة أبلغكم فيه. طبعاً هذا القرار ما خذيته إلا بعد ما فكرت فيه وايد.
أنا راح أعتزل السوشيال ميديا نهائياً لأسبابي، وأول سبب بيتي وعائلتي. حسيت أن السناب والشهرة أخذتني منهم وايد، راح أقولها عليكم وراح أقولها على سوالفكم. شكراً حق كل من دعمني وحق كل من شجعني، وعذروني إذا بدر مني شيء غلط. أشوفكم على خير. يا بكلم زوجتك، ما حد قال لك لا تكلم زوجتك، بس مو بهالطريقه. تعال بيك